اللي بيوصل للجمهور المعلومات الإعلام، وفي أحيان كثيرة وسائل التواصل الاجتماعي. فعايز أتكلم بقى عن الإشاعات اللي بتطلع قبل ما تتردد في وسائل الإعلام، بيرددها البعض الكتير في وسائل التواصل الاجتماعي. كابتن فتحي، وهنا عايز أتكلم عن اللي لحق يعني بالقال الفترة اللي فاتت، خاصة احنا يمكن هنا اتكلمنا مثلا عن العرض الإماراتي اللي تلقاه موسيماني، بس يعني ما حدش يعرف يعني غير الأخبار ديت، غير الموقع اللي كتب ده. والفكرة الثانية فكرة ان كورونا بتنتشر النهاردة بين صفوف لعبتك وعلى رأسهم الشناوي، الأخبار دي وتأثيرها، وبالذات لما تكون شائعات وأخبار كاذبة، بيبقى تأثيرها إيه على اللعيبة؟ بيبقى تأثيرها إيه على الجهاز الفني؟ وحضرتك جوه أكتر يعني وشايف أكتر. هي تأثيرها بيبقى جماهيري أكتر، يعني تأثيرها جماهيري أكتر. الجماهير برضو خلي بالك، النهاردة لما في واحد زي الشناوي، النهاردة في ثقة جماهيرية كبيرة جدا على مستوى الجماهير في مصر كلها للشناوي. حارس مرمى منتخب مصر النهاردة أحسن حارس في أفريقيا، حارس في هايل. فالنهارده اي تاثير او اي اشاعه النهارده بتؤثر على نفسيه الولد حتى. ايوه يعني بتؤثر على نفسيه اللعيب نفسه، ان النهارده يقول لك عنده فيروس كورونا، هو النهارده سليم الحمد لله، ما فيش اي حاجه. فكل هذه الاشاعات الناس بتنر ليه؟ هو عايز يعمل برضو شيء من الخلل وشيء من القلق في وسط صفوف سواء نادي اهلي، يعمل خلل في الحته دي. فالتأثير الحاجات دي أنا شايفها تأثير سلبي جدا جدا جدا. تؤثر على اللعيبة كابتن فتحي؟ تؤثر على الجهاز الفني؟ ما هو مش هتؤثر، لأن هم دول عايشين مع اللعيبة. ده اللي كتب كده كان الشناوي في التدريب، وقال لك الشناوي في التدريب. فإشاعات كلها بقولك لا تحتمل مصداقية، لا تحتمل مصداقية. هي كل بس عايز يعمل قلق ويعمل للجماهير قلق إن الشناوي. وبعدين أنت هتداري ليه؟ يعني هو كهربا مثلا مش لاعب مهم، يعني وليد سليمان النهارده مش لاعب مهم، فانت هتداري ليه لو انت عندك يعني عدد من المشاهدين؟ ما هو انا بقول لحضرتك، اذا كان هناك اشاعه بتبقى اشاعه مغرضه بتؤثر على اللعيبه، تؤثر على الناس. ولكن دي دائما ثقه بقى الجهاز الفني واللعيبه في كل هذه الامور. سد ودنك طبعا، ولا بص الاشاعات دي، ولا تبص الاشاعات. اكيد هم مركزين في شغلهم، لكن طبعا لكن يعني هو لا، اصل هو تخيل الشناوي ماسك تليفون بيقول لواحد الشناوي عندي طلع كورونا، فهو هيضحك الموضوع طبعا، ما بقاش اكتر من كده.